فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. الأبناء الذين هم فلذات الأكباد كما قال الشاعر، منهم يبنى هذا المجتمع، بل هذه الأمة. أترى الهرم الكبير يبنى من حجر بجانب الآخر حتى يعلو يصبح هرما كبيرا. الأمة تتشكل من الفرد، فرد وفرد، يعني الرجل والمرأة يصبح بيت وبيت يصبح مجتمع الريني وكفر كنا وطرعان والإفريديس ومجتمع لبنان ومصر. هذه الأمة، إذا كل هذه الأمة بالبداية منطلقة من خلال الفرد. هذا الفرد لابد من أن ننتبه إلى أنه يمكن أن يصاغ صياغة قوية متينة عميقة ويصبح فعلا مثل الحجر الصلب في جدار، ويمكن أن يكون بناؤه هش ضعيف مثل حجر البلوك اللي الموني تبعته ضعيفة ومش نافعة، فيصبح نقطة ضعيفة في جدار. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل قال في القرآن الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ومعه شيء ثاني ايش وشيبة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه الآية الكريمة بتشير لنا إلى مراحل نمو الإنسان. الله الذي خلقكم من ضعف، خلق الإنسان ضعيف في كل شيء، وهذه الفترة هي التي يتمثلها الإنسان منا في طفولته وصباه. الله الذي خلقكم من ضعف، بكل إنسان ضعيف بيعتمد على غيره، على أمه، على أبيه، بيمشي على أربعة ولا لا بيحبي يعني، بس بظل شيء. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللي هي فترة الشباب. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللي هي فترة الشباب، فترة العطاء، فترة البذل، فترة الحماسة، فترة الاندفاع، فترة الإنجاز. لكن هل يبقى الإنسان شاب كل عمره؟ لا يبقى الإنسان شاب، يعود كما كان. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، برجع ضعيف. وميزة الشيب في شعره، يستفاد منه شيء فترة الضعف، وفي مرحلة معينة يعود نفس الشيء. يعني اليوم أليس الإنسان الكبير في البيت كمثل الصغير؟ بده الناس يساعدوه ولا لا، ويعينوه ويترك عليهم في كل شيء. إذا بقيت فترة هي فترة الشباب، هذه الفترة التي هي أثمن ما يملكه الإنسان منها. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. الأولى عن عمره فيما أفناه. طب العمر بضم ولا لا كل مراحل حياة الإنسان، لكن لماذا خصص عليه الصلاة والسلام بعدها وقال: وعن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، للتأكيد على أن هناك من العمر فترة زمنية هي الأثمن، هي الأغلى، سيسأل عنها،
عن عمره فيما أفنى، عن شبابه فيما أبلى، عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فترة الشباب فترة غالية، فترة ثمينة، يجب ألا تضيع دون أن يستفيد منها الإنسان، ودون أن ينجز منها الإنسان، ودون أن يترك منها الإنسان بصمات. يا إخوة، بعض الدول قد تكون غنية بالنفط، اليوم مش في دول نحن اللي نفطنا رايح لأعدائنا ومش بنستفيد منه ولا إشي. دول غنية بالنفط، دول غنية بقول لك في مناجم الذهب، دول فيها مناجم اليورانيوم، دول غنية بالثروة السمكية، دول غنية بالثروة الخشبية، الثروة الحيوانية، غنية. لكن أغنى ما يمكن أن يكون في أي أمة من الأمم هو رصيدها من الشباب، ليس من الشباب بمعنى العدد الموجود، إنما هذا الشباب اللي في هذه الأمة، هل كله فعلا مسخر تسخير الحقيقي والصحيح من أجل تحقيق أهداف الأمة التي ينتمي إليها؟ ولذلك بنلاحظ كثير من الدول، تقريبا كل دول العالم، لما بشكل حكومة مش في وزير النفط ووزير الخارجية ووزير الداخلية ولا لا، وزير إيش في؟ تسمعوا، وزير الشباب، وزير اسمه أسماك، وزير رعاية شؤون الشباب مثلا. لماذا يا ترى؟ هذا صح مش غلط، لأنه هذا هو الكنز الثمين الذي إذا الأمة أحصلت استغلاله فإنها الأمة التي ستنطلق إلى الأمام. وإذا ضاع جيل الشباب في أمة فأقم عليها مأتما وعويلا. يا ترى أيها الإخوة الكرام، هذا الانتباه الذي لابد أن يكون، هذا الاهتمام الذي لابد من أن يظل يشغل كل إنسان منا. خلي عينك على بيتك، أنا مسؤول عن هذا البيت، أنا مسؤول عن بيتي وأنت مسؤول عن بيتك. سمعنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الحديث عن الشباب في أي واقع من المجتمعات لابد أن يكون عبر فعلا ما الذي يشغل هذا الشباب. إذا أردت أن تعرف أمة من الأمم ومكانة هذه الأمة، شوف بإيش بتحدثوا شبابها، إذا كانوا بديوان ولا بجلسة، بإيش بتحدثوا، بإيش مشغولين. عندها ستدرك إنه هل هذه الأمة فعلا أمة شبابها ناضج ولا أمة مستقبلها أسود. إذا شباب هذه الأمة، أي شباب بجلسة ولا بديوان، بدينش يتحدثوا إلا غير عن الأشياء التافهة، الأشياء اللي ملهاش قيمة، بيتحدثوا عن الغرائز وعن البليفون وعن فلان بعرف فلاني وفلان عنده صاحبتين وفلان بتحدث عن الفريق اللي فاز والفريق اللي طلع ومين اللي القدوة إله، مين المثال إله، الممثل الفلاني ولا لعيب الفوتبول العلاني. إذا كانت الأمة شبابها مشغولين بهذا أصبحت أمة في خطر، أمة في خطر. إنما إذا كان ما يشغل أبنائها وشبابها هو فعلا قضاياها وفعلا همومها هو فعلا مشاغلها هو فعلا مستقبلها، أنت تستطيع أن تتبين إنه هذه الأمة أمة بخير. لذلك لماذا دائما بأي، حتى في الحروب التي تحصل بين الدول نجد أن هناك ما يسمى حالة التحصين أو حالة المناعة. في دول مش بس بتستعد عسكريا تتواجه أعدائها، إنما تستعد بإيش؟ بما يسمى الجبهة الداخلية، الصف الداخلي لازم يكون متين. لذلك لما صارت الحرب ما بين فرنسا وما بين ألمانيا، واجتاح الجيش الألماني فرنسا واجتاح باريس، أتدرون أول قرار أصدره الزعيم الفرنسي دي جول إيش هو؟ قال: أغلقوا هذه المواخير، المواخير والبارات والحانات اللي الشباب الفرنسي كان مشغل حاله فيها، بينما ألمانيا مالها عم تبني نفسها بكل شيء
ما حصلت حالها فرنسا وإلا مدعوس على رأسها. فكان استخلص العبرة دي جول، قال أغلقوا هذه المواخير. وهذا الشيء الذي لابد من أظل نتنبه إليه. أنت لما تريد أن تصيغ، أنت تريد أن تبني، أنت لابد أن تبني بناء سليما. ولذلك يا إخوة، لما يقول يعني النصيحة هذه لفتة الانتباه، جوز البعض يقول خلي عينك على بيتك وما شو ناقصن أولادنا، ولا مش ناقصن، الحمد لله أحسن بوت من الكنيون مش هيك أولادنا اليوم، بديش البوت ب 300 شيكل بكون بالرينة، بديش إياه إلا يلبسه مشان يقول والله لابسه من حيفا ولا من الكنيون، ولا نفس البنطلون موجود ونفس القميص ونفس البلوزة. شعور عندنا نحن الآباء، شعور أوصل أبنائنا إلى أننا نتعاطى مع البريق. بس هل كل شيء ببرق وبلمع يعني ذهب؟ ألم تقل الحكمة ليس كل ما يلمع ذهب؟ مش كل شيء بلمع ذهب، يكون نحاس تنك مصدي بس مرحلة معينة بلمع. ولذلك أبناؤنا هؤلاء لابد من أن نربيهم على القيم الحقيقية الأصيلة. الخطورة يا إخوة، الخطورة أعظم شيء في حياة أبنائنا، أعظم شيء في حياة شبابنا، إنما هو الفراغ. الفراغ. نحن كمسلمين منهج تربية الأبناء يا إخوة ما بيجي مرة واحدة. كان مثلا يجي يقول هالأبو رب العالمين أكرمه وهداه، كان بيجي يعني على البيت مرة واحدة بيعمل انقلاب عسكري، انقلاب في حياة البيت، حرام صعش هيك. لا طب ما أنت كنت يا حبيبي، ما أنت أيها الأب كنت تغني على ليلك ولا لا؟ وكنت أنت طاشش وكنت أنت بعيد ومترك بيتك. الآن مثل العودة يعني لما تيبس ولا لا ممكن تصلحها إذا كانت عوشة مرة واحدة، إذا شوي تتلين وإلا تنكسر. لذلك شوف منهج نبي الله عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي قبل ما يجي الولد إنه يبحث عن أم الولد، يبحث عن أم الولد بمعنى يبحث عن الزوجة الصالحة حتى يكون رجل صالح ولا لا، وزوجة صالحة. ما بيبحث عن المظهر والشكل ولون الشعر والسيارة والنظارات ودار مين وشو الشغل، لا، فاظفر بذات الدين تنبت يداه. لما البيت ينبنى على الدين من الزوج والزوجة، إذا النتيجة مالها؟ تلقائيا سيكون ثمرة هذا الزواج أبناء يتربون في بيئة صالحة. ياما بنشوف بيوت الأب بشد على جهة والأم على جهة، قد تكون الأم ملتزمة والأب طاشش، وقد يكون الأب ملتزم والأم مالها بعيد عن الدين، فيصبح حالة من الضياع بين الأبناء هؤلاء. إذا الإسلام بحث من البداية عن أم الولد. أكثر من هيك اعتنى باسمه، سميه اسم مليح، مما يخلق أذنب ذانه حتى ينشأ على بيئة طيبة. قال عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع، علموا الصلاة لسبع، مش تنساوا لما تصير عمره 27 تيجي تقول ليه بتصليش، ما هو بحياته بصلي، ما شافكش تصلي أصلا أنت. شوف البيت يا أخي، البيت اللي الأب فيه والأم بصلي، شوف الولد عمره سنتين بيحبي ولا ثلاث سنين ولا لا، كان بتلاقيه طالع نازل بحد أمه ولا بحد أبوه ولا لا، شايفين بيصلوا، بيصلي مش مهم بدار قبل الشمال وجهه للقبل مش مهم، إنما عنده شعور بسمع كلام الله في البيت. لما أمه تتلو القرآن، لما أبوه، لما فاتحين بالتلفزيون على القرآن، مش فاتحين على الفيلم التركي، ينشأ هذا الابن على قيم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ابنك ماله هذا، ريحانتك سبع، يعني أول سبع سنين الطفل مثل إيش؟ مثل الريحان. الريحان بيستخدموها لإيش؟ للشم، بقولوا الريحان هي الحبقة أو عشبة اللي لها ريحة جميلة جدا، لا تشمشم للولد ولا لا، بتلعب فيه بتبوس فيه بس كل العمر بيضل هيك الولد؟ لا، ريحانتك سبع وخادمك سبع، يعني بعد سبع سنين من السبعة للأربعتاش شو بصير الولد؟ خادمك. ايش يعني خادمك؟ يا حبيبي جيب روح تعال نولي اشتغل من الدكانة، ساعد امك، رد على اختك، خادمك سبع. طيب بدي ظل كل العمر هيك الولد؟
بيكبر بعد ال14 بصير. شوف شوف تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ووزيرك سبع، بعد ال14 أخرى سبعة، لل21 بصير إيش؟ سبعة. هذول السبعة في لغة الطب اليوم والعلم النفس والاجتماع هاي يسموها فترة المراهقة. النبي شو سماها؟ إيش؟ قال ووزيرك سبع. عادة الوزير جنب الملك لإيش؟ للاستشارة، يأخذ برايه ولا لا؟ يأخذ برايه. صور النبي عليه الصلاة والسلام مش قال لك أنا يعني هذا فترة مراهقة قدر ظرفه يعني تلومش، لا، هذا في هذه الفترة اقفز فيه إلى مقام الرجولة، إلى مقام أن تستشيره، إلى مقام تقول لي شو رأيك يا بابا؟ شو رأيك بهالشغلة نعملها ولا لا؟ مش ما تاخذش برأيه أنت، إنما اشعروا بمكانته. تربية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الابن احنا اجمالا يعني في حياتنا اسكت انت بتفهمش اصرف من هون ولا لا؟ يعني قلنا شيء في حياة الشباب انما هو الفراغ. الفراغ مش دائما قال المثل قلت الشغل بتعلم ايش؟ يا ريت التطريز، والله فيها منفعة اليوم، فلان خياط شو؟ فلان خياطة ما شاء الله عنها. بتعلم كل شيء عاطل قلت الشغل. لذلك أبو العتاهية من زمان شاعر العربي قال إن الشباب والفراغ والجدة، شباب وفراغ وإيش جدة؟ جدة يعني كل شيء موجود، كل شيء موجود، كل شيء متسهل متيسر إله. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ مفسدة خراب بيت. شباب جيل شباب وماله لا شغلي ولا عملي، وماله معاه مصاري ومعاه بلفون ومعاه بلفونين ومعاه بجوز سيارة من أهله ومعاه ماذا ستكون النتيجة؟ مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ من زمان قال الشاعر. إذن واليوم هذا الواقع، اليوم الواقع تجد الإنسان اللي مش مشغول بشيء مهم بده ينشغل بشيء ملوش قيمة، اللي مش مشغل نفسه ووقته بشيء نافع سيشغل نفسه بشيء ضار. الكوباية اللي مش مليانة مي وشو هي مش فاضية، لما حطينا فيها مي كان فيها هواء، لما صبينا مي طلع الهواء. قلب الابن، قلب الناس جميعا لا يمكن أن يعيش حالة فراغ إذا فيش إيمان. في إيش هنا؟ في معاصي وفي كفر. إذا وقتنا غير مشغول بالأمور العظيمة لا يمكن إلا أن ينشغل بالأمور التافهة. ولذلك أيها الإخوة، فترة الشباب هذه فترة مهمة. طبعا لا شك أن هناك أدوار مختلفة، يعني الدور على الأب نعم، على الأم بالبيت نعم، الدور على المدرسة نعم، الدور على المجتمع نعم، الدور على السلطة المحلية نعم، الدور على الدولة نعم. إنما مثلنا احنا الايتام على موائد اللئام، ومثلنا اللي الدولة، احنا ما بنعيش في دولة اسلامية اللي تعملنا وزارة شباب، احنا عاملين وزارة الخدمة المدنية مشان ولا لا؟ مشان يهلكوا ابنائنا ويفسدوا ابنائنا ويحرفوهم اخلاقيا ووطنيا وعلى كل المستويات. انت لا تعيش في دولة بتخطط من اجل شبابنا كيف لهم أن يسموا. أنت تعيش في دولة لعلها تساهم في إغراق مجتمعنا في المخدرات وفي الرذيلة وفي الفساد. لذلك أصبحت المسؤولية مسؤوليتنا نحن الآباء، وهذا ولا شك وضع صعب. أولادنا ما بنحبسهم، نقدرش نحط الولد ونسكر عليه. الولد نعم أنت بتربيه على القيم السليمة، لكن بالآخر بيطلع للشارع، بروح على المدرسة، بشوف صاحبه، بشوف صديقه. من هنا كان الحاجة للمناعة الإيمانية نغرسها. الأب غداش لازم ابنه وين مكان، ولا بوليس يلاحقه وين مكان، إنما إذا ربينا أبنائنا التربية الحسنة والعقيدة الصافية أنت بإذن الله تطمئن إلى أنه وين ما بيكون سيستشعر كما استشعر يوسف عليه السلام، قال معاذ الله ولا لا؟ إنه ربي أحسن مثواي. لما يتعرض لظرف يمكن أن تكون فيه فتنة يتذكر أن هناك من هو مطلع عليه، الله جل جلاله. لذلك إخوة
هناك فرق كبير بين أن يكون للشاب أهداف علوية وبين أن يكون له أهداف أرضية. ليش الإنسان بيكون له هذول النوعين من الأهداف؟ لأنه إحنا مخلوقين من مصدرين. إحنا مخلوقين من مصدرين، جسمنا مخلوق منين؟ من الطين، من التراب، من الأرض. وروحنا منين؟ فنفخت فيه من روحي. إحنا روحنا من روح الله جل جلاله. إذن منين؟ سماوي. جسمنا من أشياء أرضية وروحنا من أشياء سماوية. جسمنا بتغذى منين؟ من الأرض. بغض النظر لو كان خبازي ولا علت ولا لحمي ولا لبن، كله منين هذا؟ من الأرض. لكن روحنا بتتغذى منين؟ من القرآن الذي نزل من السماء. من السماء روحنا تتغذى من هناك. روحنا بتكون شيء خبيز وعلت ولحم، إنما تتغذى بهذا المنهج الذي أنزله الله جل جلاله. نفس الشيء يمكن أن يكون للإنسان منا أهداف سماوية علوية، ويمكن أن يكون له أهداف أرضية هابطة. أهداف الأرضية يعني أهداف الغرائز، أهداف الغرائز، أهداف الجسد، يأكل، يشبع، أن يمارس تلبية رغباته الجنسية أو غيرها. هذه أهداف أو أشياء أرضية. لكن هل هيك الإنسان كله؟ إحنا كوم من الغرائز؟ إحنا كوم من الشهوات؟ لا، إحنا برضو كوم من العواطف الوجدانية التي فيها يسمو الإنسان يحلق، التي فيها الإنسان يحب. نعم يحب، بس من قال أن الحب بمفهومه الضيق هو أنه فلان يحب فلان بس هيك يعني؟ طب فلان يمكن تكون أمي، أختي. في حب، حب الله جل جلاله، حب العمل الصالح، حب القيم، حب المثل، حب أمتك، حب شعبك. هذا حب لابد أن يكون في ذات الإنسان منا. لذلك قال أحد المشايخ، بقول زمان كان يسأل الشاب المصري حسن مبارك الله وفقه كاين ولا لا، بده الناس يظلوا ضايعين. قالوا كنت تسأل في مرحلة ما تسأل الشاب المصري إيش يعني أهدافك طموحاتك، كان يقول له أنا طموحاتي أن أحقق العيون الخمس، بدي خمس يعني خمس شغلات أول حرف فيهن عين، عيادة، بدي يصير دكتور، كل مصر دكاترة، عيادة وعروس وعزبة وعربية سيارة يعني وعيال متجوز يعني عنده عروسة. خمس شغلات تبدأ بحرف العين. يا سلام، كل مصر دكاترة وكله عنده عربية، يعني مقصود إيش؟ أهداف أرضية. لكن الشاعر قال في جانب آخر، قال إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. خلي طلباتك وهواياتك مالها فوق عالية، فوق عالية. طموحاتك اسعى أن تكون عالية بمقدار قناعتك بالدور الذي أنت تؤديه. يا إخوة أظن أحمد شوقي رحمه الله الذي قال ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا. مش اليتيم اللي أبوه أمه موتوا وبيخلوه لحاله مكسور الخاطر ذليل. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. اليتيم هو الذي تلقى أبوه أمه طيبين لكن ما لهم، أما تخلت وأبا مشغول. وأبو مشغول، خلي عينك على بيتك. الأم تخلي عينها على بيتها على أبنائها، الأب يخلي عينه على أبنائه وعلى بناته. يا إخوة هناك مخططات لسرقة أبنائنا، مش سرقة مصارينا، مع أنه الإبن ماله كما قلنا دول غنية مش بس بمواردها الطبيعية وكنوزها، غنية بأبنائها، غنية بجيل الشباب الذي فيها. هناك مخططات لسرقة أبنائنا. ولذلك الذي ينظر اليوم إلى واقع المجتمع ماذا يجد؟ ماذا يجد؟ أين الشباب؟ هاي بلد مثل الرين الآن، لا نريد أنه كل الناس موجودون، ولكن روح شوف ماذا يجري الآن في الجلسات والمجالس والمقاهي وال وال وال
ستجد أن هناك أزمة، حقيقية، إذا كان وصية الشاعر نعم، إذا كنت في أمر مروم فلا ترضى فلا تقنع بما دون النجوم، كيف يا ترى بدنا ننشئ في أبنائنا هذا الطموح العالي؟ كيف بدنا نخليهم يسعوا من أجل تحقيق المثل العليا؟ هذا يكون عبر التربية من البداية، هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان، تجلس يوم وبتلاعب بحضنها ابنها معاوية، سيدنا معاوية رضي الله عنه، فبيمرق عليهم رجل مشهور اسمه الأحنف بن قيس من الفصحاء البلغاء، وبرضه كان عنده فراسة، فبتطلع على الولد بحضن أمه، فقال لها جملة مهمة، قال لها إني أرى أن هذا الغلام سيكون سيد قومه، مبين الفراسة والنباهة والذكاء وقوة الشخصية مبينات بإيش؟ بوجهه، ديري بالك عليه، إني أرى أن هذا الغلام سيكون سيد قومه. شوف شو بترد عليه أمه هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان، تقول جملة مهمة، تقول ثكلته، يعني بيت ناقبره عمره بديش إياه، ثكلته إن لم يكن إلا سيد قومه. لا ليش أنا بدي إياه؟ بكفيش؟ ما بكفي هذا، إني أعده ليكون سيد الدنيا، مش بس سيد قومه، أنا بربيه ليكون، وكان سيد الدنيا رضي الله عنه، ولا لا؟ سيدنا معاوية. إذن الأم، ترضع ابنها، ترضع الحليب، بس بترضع ليش برضو؟ القيم والمثل والأخلاق السلوك كل هذا ترضعه الأم، إنما إذا كانت الأم مشغولة، عذرا سامحوني الآن بدي يعني أجرح باللحم الحي، في ظل واقع مأساوي ومأزوم، إذا كانت الأم والأب طبعا ما بتحاذنش عن الأم على أساس هي اللي المتهمة، لا، والأب إذا كانت الأم بتقوم وبتنام على الإنترنت وعلى الفيسبوك وعلى غيره وعلى غيراته، مشغولة وبالأفلام وبالروحات وبالجيات وبالمضات وبال، من الذي سينشئ هذا الجيل النشأة الصحيحة؟ من؟ ما هي مشغولة، والأب المشغول هذا، يا جماعة، أنا متأكد أنكم تعرفون في واقع المجتمع أكثر مني بما عليه مجتمعنا اليوم من مصائب، كبيرة. يعني تجد بعض الآباء بتباهى، إنه الآيفون 3 و4 بس بسموها ظل، أنا تلفوني الحمد لله، شو بقولوا السند وإند هذا، بتباهى إنه ابنه معاه أحسن طراز، بس مش عارف إنه هم سن مسك ابنه السكين الذي بها يذبح، مش وريده، يذبح كل شيء فيه، أنا ما بقول هذا لا ممنوع ولا حرام، بس يا جماعة نتدرج، ولد بصف الرابع إيش بده بهذا الشيء؟ إيش بده فيه؟ بنت بصف الخامس ماذا تريد من هذا؟ كم بقول لك بدي أطمن عليه دائما أعرف وين هو موجود. يا سلام، لهالدرجة صرنا بدنا يعني نقنع أنفسنا بشيء غلط يا إخوة. الأب المشغول، الأم المشغولة هم الذين فعلا لا يعيشون، مع أبنائهم العيش الطبيعي. تجد في يعني في بيوت يا جماعة البيت فندق، إيش فندق يعني؟ شو يعني واحد بيروح على الفندق إيش يعني؟ بينام فيه ولا لا؟ والصبح بقوم في علاقة بينه وبين الفندق يعني؟ لا، يدفع مصرياته وبروح على شغله إذا رايح على بلد أو شمت هواء، علاقة فندقية، العلاقة بين ناس وبين بيوتهم علاقة فندق. البيت بالنسبة له باكل بيشرب بينام والصبح بيطلع على شغله ولا بروح. طيب البيت هكذا يجب أن يكون؟ البيت لابد أن يكون مبني على الحب، وجعل بينكم مودة ورحمة. لابد أن يخصص للأبناء وقت، الأب لأبنائه وقت، لابد من أن يعيش همومهم،
لابد من أن يعيش مشاكلهم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا قال من كان له صبي فإيش؟ تعرف إيش يعني؟ من كان له صبي فليتصابى له. يعني انزل انت بمستواك لجيله، يعني حاول انك تعيش معه بنفسية الجيل اللي هو فيه، يعني عيش الواقع. احنا لا، احنا نتعاطى مع البيت فعلا كفندق. اذا بيجي الابو كثير بتلاقي الابو بس يروع على التلفزيون، ولا لا المحطة اللي بتعجب كاشة اللي وراها، ولا قاعد على الكمبيوتر وصار اليوم الكمبيوتر على حضنه، ولا لا اللي شو بسموه هذا اللي الايباد وصار شبيه، والايفون قبل ما ينام يغفى عليه، بدل ما يغفى على كتاب، بدل ما يغفى على القرآن، بدل ما يغفى على شيء نافع. اذا نحن نعيش لا شك ازمة حقيقية. هذه الازمة هل هي يعني مستحيلة؟ قصد مستحيل علاجها؟ لا، ولا في اهون منه. اذا ادركنا اننا امة، اولا الفرد منا فيها مسؤول امام الله جل جلاله. أقول هذه المسؤولية يا إخوة تستشعرها أنت من رقابة الله جل جلاله. وهنا بيجي أخرى مرة دور التربية للأم، بترضعها الأم ترضعها لابنها مع الحليب، تستشعر فيه رقابة الله جل جلاله. لما يربى الطفل على هذه العقيدة أن الله ناظري، الله سامعي، الله مطلع علي، تطمن انت ان ابنك باذن الله حيثما كان سيستشعر رقابه الله جل جلاله. هم مستقبل هذه الامه، هذا الشباب اليوم اصبح والحمد لله نعم هو الركيز التي منها نحن ننطلق الى الغد الاتي، الى الفجر القريب. هذا شيء لا يمكن لانسان ان يتعاطى معه وكانه يعني حمل ثقيل بدنا نقع تحته. لا، هذا حمل نستعين بالله جل جلاله من أجل أن نحمله، ومن أجل أن نمضي به إلى الأمام. نستعين بالله سبحانه وتعالى في ظل قناعتنا، أهم شيء في ظل قناعتنا أنه نحن نملك مقومات التحدي، نحن نملك مقومات الصمود، نحن نملك مقومات المواجهة لمشاريع الإفساد. نعم نحن نملكها. لذلك يا إخوة كما قلت في البداية، اليوم أي دولة لا شك أنها تعتبر عنصر الشباب هو العنصر الأساس الذي منه تنطلق إلى الأمام. ونفس الشيء نحن لسنا دولة، نحن مجتمع فيه ناس خيرين، ناس مخلصين قادرين على أن يسعوا من أجل التغيير. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت راع، مسؤول عن رعيتك، مسؤول عن بيتك، عن ابنك، عن ابنتك، عن زوجتك. واذا انت قمت بالمسؤوليه وانا قمت بالمسؤوليه وكل واحد ادى المسؤوليه مطلوب منه، يقينا ان هذه اللوحه اللي مشكله من فسيفساء، من قطع صغيره، قطعه بجنب الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، واذا بها لوحه، خيط بجنب خيط، واذا به سجاده جميله، حجر بجنب حجر، والا به ماله، جدار وبيت جميل. لذلك البداية، لا تظن انه انت لازم تقول يعني الحق على فلان لازم يبدأ، لا، ابدأ بنفسك. ايها الاخوة الكرام، الاسلام ديننا الذي نعتز به، اللي مصوب اليه اليوم السهام من كل جانب، هل بتفكروا لانه الاسلام ضعيف هيك اعداؤه مستهد فينه؟ الضعيف، ما هو ضعيف، مش مستاهل رصاصة، مخالص، ما هو ولا لا، مش مستاهل دولار شيكل ينفقوا عليه، ما هو خالص. لكن الإسلام لأنه قوي والحمد لله، لأنه قوي والحمد لله، فهو يواجه اليوم هذه الصروف والأشكال من أنواع العداء، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لن يستطيعوا إن شاء الله، لن يستطيعوا في ظل قناعتنا أننا ننتمي إلى أمة إن شاء الله نعم هاديها إلى طريق الصواب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دستورها الذي
فيه سبيل النجاة هو القرآن الكريم، قناعتنا إن شاء الله بأن المستقبل لنا، وبالتالي كل حجم التآمر العظيم هذا الذي علينا كأفراد وكأمة، أمتنا تصدت له مرات كثيرة وتجاوزت هذه المحنة بسلام. إنما الأمر لابد أن يكون كما قلنا من البداية من البيت، خلي عينك على بيتك عن هؤلاء، أنت مسؤول يا أخو. أختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة بين يدي الله جل جلاله، يأتي بين يدي الله جل جلاله رجل ومعه أقوام ناس يمسكون بتلابيبه، تلابيبه ماله؟ هاي قب، تلابيبه من قب تجرينه بين يدي الله جل جلاله. فيقول الله وهو أعلم، يعني ربنا بيسأله مش عارف، سبحانه وتعالى عارف ماله، مين هذا اللي جارين؟ عادة واحد جار واحد من رقبته ايش يعني؟ إلو عنده إشي ولا لا؟ إلو عنده شغل، إلو عنده حد، متهم ماله لماذا؟ فيقولون: يا رب هذا أبانا وهو أعلم. الله: كان هو على المعروف ولم يأمرنا به، وكان يرانا على المنكر ولا ينهانا عنه. أبونا قصر بحقنا، احنا بدنا حقنا منه. إسا يا رب يوم القيامة هو كان مثلا يصلي، روح على الجامع رايح جاي، لكن لا يقول لابنه يصلي، لا لم يعلم الصلاة أصلا، وكان يرانا على المنكر ولا ينهانا عنه، يشوف أبنائه على الغلط ويصم أذنه. أيها الإخوة الكرام، حتى لا نكون لا سمح الله من هؤلاء يوم القيامة، مطلوب منا فعلا أن نحسن تربية أبنائنا ونساهم إن شاء الله، نخلي عينين على بيوتنا على أبنائنا نربيهم، هؤلاء هم فلذات أكبادنا، هؤلاء إن شاء الله تعالى يكونوا ذخرا لنا في الدنيا وذخرا لنا عند الله يوم القيامة. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. 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 بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة يوما: عرفت فالزم. وأن هذه الموعظة بإذن الله سبحانه وتعالى لابد أن نجسدها حقيقة في بيوتنا، ولكن ذلك بإذنه سبحانه وتعالى في أقرب وقت وفي أقرب فرصة يعود فينا الشخص وهو الفرد الذي ذكره الشيخ في كلمته، يعود إلى بيته فيجمع أبناءه وزوجته ليذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وتكون بداية خير بإذنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نذكر أيها الأحبة أن غدا سيكون بإذنه سبحانه وتعالى لقاء إيماني في مسجد الاعتصام، قراءة سورة الكهف وأذكار ومدائح نبوية، وبإذنه سبحانه وتعالى سيكون يوم السبت لقاء ختامي لفضيلة الشيخ حسين. وبارك الله فيكم، وحضوركم بإذنه سبحانه وتعالى هام لدعوتنا ولإنجاح مشروعنا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.